هذا ما بقي من أملاك آل بن علي داخل تونس، سيارات فارهة وتحف وأثاث فاخر، تختزل ما يقرب من ربع قرن قضاها حاكماً للبلاد. لا تجمل المعروضات على روعتها ثروة آل بن علي بالطبع، لكن جمعها وعرضها جاء إنجازاً لوعود رمزية كانت الحكومة المنتخبة قد آلتها على نفسها غدة الإطاحة به، في خطوة يرجى أن تنفس من غضب الشارع الذي يريد أن يرى ثمار الثورة. لم يخلو الحشد من زوار جاءوا ليقتنوا ما تزدان به خزائنهم، وآخرون لا طاقة لهم بذلك، بل دافعهم الفضول ليروا ما كانت تنعم فيه عائلة بن علي الذي كان قد فر خارج البلاد وآثر السلامة بعد اندلاع احتجاجات شعبية طالبت بالإطاحة بنظام حكمه. ثم صدرت في حقه وزوجته أحكام بالسجن لعدة عقود بتهم من ضمنها نهب أموال الدولة. وقبيل عرض ممتلكاته للجمهور أعلن دفاع بن علي أنه يعتزم رفع قضية ضد الدولة التونسية بدعوى أن المعروضات جلبت من خزائن البنك المركزي لتشويه ذمته أمام شعبه.